هكذا علمتني الحياة في ظل هالمهنة الغانمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد ناصر أبو يوسف، بحييكم في قناتي مذكرات ممرض. اليوم راح أعطيكم عصارة جهدي وخلاصة خبرتي في السنوات الـ18 الماضية، وأقول لكم أنا شو تعلمت من مهنة التمريض، وإن شاء الله تستفيدوا. في بداية شغلك بهاي المهنة، اوعى تقول مشان الله شغلوني بأي طريقة، أو شغلوني بأي راتب، أو شغلوني إن شاء الله ببلاش. لأنه لما تداوم بالمستشفى، أي مستشفى بالدنيا، فيما بعد راح تكتشف بعض العيوب الموجودة بالمستشفى. ليش؟ لأنه الكمال لله سبحانه وتعالى. فلما تيجي تقول ليش الإدارة بتعمل كذا، أو ليش المدير بعمل كذا، أو ليش المستشفى فيه عيب 1 2 3، أول كلمة راح تسمعها ما أنت بصت 100 إيد عشان تتعينهم. من الأشياء اللي تعلمتها في هاي المهنة، إذا كان مسؤولك على غلط قول حاضر واعمل اللي براسك. دائما إذا بدك تناطح أي إنسان عنيد، سواء كان مسؤولك أو زميلك، مش راح تخلص، وراح توجع راسك، وراح تبني عدوات ما إلها أي داعي. فأنت قول حاضر، وفي النهاية اعمل الصح. أنا ما بقول لو كان الغلط عليك اعمل اللي ببالك، لا، لو أنت متأكد أنه أنت الصح اعمل اللي ببالك ولا ترد على حدا. لو أنت مبسوط أنك ثابت على شفت الليل فلا تنبسط، أول ليلة أو ليلتين راح يمرقوا زي العسل. وبعدين علمتني الحياة في هاي المهنة أنه الليل أبو المصايب، 90% من حالات الوفاة بتصير بعد 1 بالليل. الناس اللي بدهم يقعوا على السرير أو يدوخوا في الحمام أو يصير فيهم أي إشي وإنت غايب عنهم، راح يصير هذا الحكي في شفت الليل. لما يكون المريض بالنهار والناس موجودة والممرضين رايحين جايين وأهل المريض قدامه، ما بصير في إشي. بينما بالليل وإنت رايح المختبر تجيب ورقة أو نازل على الأشعة تجيب صورة من صوره، راح يموت وإنت مش داري، وتنزل عليها لجنة التحقيق. وبعد كل هالمامعة راح يجي شفت الصباحي ويقول لك آه ما شاء الله، إن شاء الله نمت مليح اليوم. وعلى سيرة شفت السهر، نصيحة لله، إذا كنت مداوم شفت سهر طابل وعنيف، روح بدون ما تصبح على مسؤولك. هاي نصيحة مجربة، وخذ مني ولا تراجع وراي. إذا كان تعامل مسؤولك معك مليح، ما إلك بتعامله مع الباقي. كثير ناس بزعلوا أنه تعامل مسؤولهم سيء مع كل الكادر، مع أنه ما بحترم إلا هم. أنت إلك اللي بينك وبينه، فإذا بحترمك بلكش دخل بالناس. بنفس الوقت إذا كان مليح مع الكل إلا أنت، برضو مالكش خاص، شكله الغلط فيك. تعلمت من هاي المهنة انه لما تلاقي مسؤولك بده يبيض ويلاقي عليك غلطة، خليه يمسك غلطة وريح راسك، بدل ما يضل يدور وراك. لما يلاقي اشياء بتوديك ورا الشمس او بتفصلك من المستشفى، تأخر لك دقيقتين وخليه ينزل لك فيهم تنبيه، مش مشكلة. يعني الزلمة عيب يرجعوا ايده فاضية. راح تقول لي طب مين بعمل هيك؟ راح اقول لك مش راح ترتاح الا لما تعامل مديرك على انه بني ادم متخلف عقليا. فهو شو بده؟ بدك تمسك علي غلطة؟ اوكي، انا امبارح جيت متأخر 10 دقائق، يلا انبسط، انزل على الادارة ولم المدر اصحابك وقول لهم انا مسكت غلطة على محمد ناصر، واعمل احتفال وناديني. بدك تتناقش معه باي شيء؟ ايش بدك؟ انت الصح، انت الصح، احنا حمير، بس حل عني. ما بتخلص الا هيك. تعلمت من هاي المهنة انه قبل ما اطلع على غيري اطلع على نفسي، خصوصا في قصة الجنرال ابيرنس. ما بصير اقول على الناس عطلين ولا اعطل منهم، ما بصير اقول على الناس منظرهم زي الشحات وانا منظري زي الشحات برضه، ما بصير اقول على الناس بفهموش بشغلهم وانا في شغلات كثير محتاج اتعلمها. اكثر نقطة في الحياة استفدتها من هاي المهنة انه بمجرد ما تمل من المكان اتركه. لو كان المكان اللي انت فيه مضايقك لاي سبب من الاسباب، سواء ضغط الشغل كبير، سواء المدير مش محترمك، سواء الراتب قليل، مهما كان السبب، مجرد ما زهقت من المكان اللي انت فيه اتركه، لانك بعد ما تدور راح تلاقي مكان بيحترمك. ولانك لو ضليت في هذا المكان مهنتك مهنة انسانية، واذا اشتغلت بقرف ما راح تعطي وما راح يكون راتبك من الحلال. في مثل بقول عندما تجد نفسك يتكلم بلسان من رأى التجربة مرارا وتكرارا وعاش نفس الموقف آلاف المرات واستقيل. فلما تلاقي حالك تشتغل زي القرفان، لا بدكش كلها المستشفى. عارف ليش؟ لأنه صحتك النفسية أهم من كل إشي. أنت لما تصير مجنون أو تصير مريض اكتئاب أو تصير تراجع دكاترة وتأخذ أدوية عشان تعرف تنام، ما حد راح ينفع ولا راح يصرف على أولادك. تعلمت في هاي المهنة إنه الممرض اللي بحب الشكوانة أكثر واحد بيجي شغل. وأي إنسان مش بس في التمريض، خصوصا النسوان، بتكون الواحدة بتقول لك أنا تعبانة، أنا مش ملحقة، أنا علي شغل كثير، سلموني أصعب قسم، سلموني أصعب مرضى، بتلاقي إجاها أدمشن أو اثنين في لحظة واحدة، ودبر حالك يلا. علمتني الحياة أنه المريض اللي بده يطلع على مسؤوليته لا تناقشه. هذه ما بتصير كل يوم، خصوصا إذا كان المريض مطلع عينك
طبعا احنا بنمزح، مش قصدنا اهانه حدا، لكن اذا المريض كان مطلع روحك وقال لك بدي اروح مسؤوليته، يا سلام، احنا تحت امرك، اللي بدك اياه، حقك شرعا وقانونا ترفض العلاج، وقع على هالورقه روح وين ما بدك. علمتني الحياه في ظل هاي المهنه العظيمه انه لو قالوا لك مطلوب بسرعه معناته كمان 3-4 أشهر المقابلة، وكمان 2-3 السفر، ولو قالوا لك أكبر المستشفيات في دول الخليج معناته مركز صحي عبارة عن غرفة للفحص وغرفة ينام فيها الدكتور، ولو قالوا لك رواتب مجزية ورواتب عالية أعرف إنه رتبك بالأردن أكثر من رتبك عندهم. علمتني الحياة في هاي المهنة إنه ما في أصحاب بالشغل، لما تيجي الشغلة للقمة العيش ما حدا برحم أخوه، ولما يسألوا الواحد يا بتقول إيش حكى محمد ناصر أو إيش عمل، يا إما أنت بتروح بداله راح يحكي لهم ايش عملت وايش سويت. فانت لا تكون واثق كثير بالناس ولا تتعب زيادة على اللزوم عشان الناس ما بتستاهل. علمتني الحياة في ظل هاي المهنة انه الشغل مش ابوك وامك، الشغل ملوش صاحب، فانت اعمل المطلوب منك ولا تعطيهم لحظة زيادة. راح تقول لي الحلال والحرام، الحلال والحرام ان اداوم 8 ساعات، مش اداوم 9 ساعات والساعة 9 على وجه الله. الحلال والحرام انه لو داومت ثانية واحدة تنحسب لي اوفر تايم، مش اداوم ساعة ولا ساعتين زيادة في الاخير ما حدا يقول لي يسلم، وبالعكس بيطلعوا لي غلطات وسكتين على اغلاط غيري. اخر نقطتين بدي اقولهم انا استفدتهم من استاذ من اساتذتي الله يجزيه الخير، الاستاذ يوسف البخاري، له كل الاحترام، حكى لي كلمتين راح يضلوا في مخي طول حياتي. الكلمة الاولى بتقول الصداقة اللي بتكونها ايام الدراسة بتدوم للابد، بينما الصداقة اللي بتكونها مع زملاء العمل مجرد ما تستقيل من المستشفى او تنتقل من القسم اللي هم فيه الكل راح يمسح رقمك. فحاول تقوى علاقتك بالناس اللي درست معهم في كلية واحدة في تخصص واحد. الكلمة الثانية قال لي اياها وهو يدرسني، كان يقول لي اوعى تفكر انه انت لما تتخرج راح تستنظف تمسك كتاب، طول ما انت طالب اقرا قد ما الله يعطيك، اقرا في دروسك وفي كتب ثانية غير دروسك، لانه انت لما تتخرج اوعى تفكر انك راح تستجري تقول ما بعرف، ولا راح تسأل حدا، وراح تضل شغال وانت مش فاهم اشي. هذه النقاط اللي قدرت اتذكرها حاليا بس، واذا تذكرت اشي ثاني بنزل لكم جزء ثاني. شو ورانا، ما انا دائما مقرفكم. على كل، اذا اي واحد عنده حكمه معينه او معلومه معينه تعلمها من هذه الحياه يكتب لنا تحت بالكومنتات، واذا بدكم نتكلم في المستقبل في اي موضوع عن اي اشي برضو اكتبوا لنا تحت بالكومنتات. لو عجبك الفيديو لايك واشتراك بالقناه، فعال زر الجرس عشان يوصلك جديد اول باول، والسلام عليكم ورحمه الله.